اهلا وسهلا بكم في عمان. اهلا بكم في فيديو جديد. وصلنا بلد رقم 56 اخيرا، دوله عربيه جديده تضاف على القائمه بتاعتي وهي عمان، وتحديد في العاصمه مسقط. هنقضي هنا 12 يوم، هنلف فيهم عمان كلها، لان عمان طول عمري اسمع عنها كلام كتير. عمان بيعتبروها سويسرا وايسلند الشرق من كتر ما هي فيها خضار، فيها صحراء، فيها شلالات، فيها مناظر طبيعيه جميله كتير جدا. خلينا نفرجكم عليها قبل ما نبدا. تنسوش تدونا لايك وشير. اول حاجه هنزورها في يومنا وهي جامع قابوس الاكبر، اكبر جامع في عمان كلها، جامع اللي صراحة وابهرني، فمتحمس اني افرجكم عليه، احكي لكم قصته اكتر، واحكي لكم عن قصه اكبر سجاده داخل الجامع على قطعه واحده في العالم. السجاد هذا سجاد هو سجاد ايراني، وعندك طبعا 58 قطعه، 58 قطعة هذولا لو جمعتهم كلهم مع بعض يعطوك وزن ب 21 طن، وهي من أفضل السجاد في الإيراني. إحنا دلوقتي جوا الجامع، وده تقريبا أحلى جامع زرته في حياتي من جوا بعد جامع الشيخ زايد في أبو ظبي. بصوا فوق، إيه ده؟ حلاوة بجد، في تفاصيل في القبة دي، دي أحلى قبة شفتها غالبا، أحلى تقريبا من بتاعت الشيخ زايد. القبة جميلة بشكل غريب، جامع حلو، جامع يسهل الزيارة في العادي. يمكن الجوامع ما تبقاش أكتر حاجة بتشدنا لأن احنا متعودين على الجوامع، بس الجامع ده جميل. طبعا جامع السلطان قابوس الأكبر يتبنى باسم صاحب الجلالة السلطان قابوس الراحل، فهذا الجامع تم بناؤه وإنشاؤه في عام 2001. بداية البناء كانت في 1995، وأخذ تقريبا ما يقارب 6 سنوات بناء. تاني مكان وهي الأوبرا. الأوبرا هنا مش أقدم حاجة، الأوبرا من سنة 2011، بس دي أول أوبرا في دول الخليج كلها، وتالت أوبرا في الدول العربية. أول أوبرا طبعا الأوبرا المصرية، كي الأوبرا السورية، وبعد كي الأوبرا العمانية اللي صلاحة يعني ليها طبع تقليدي، تحس إنك إنها في عمان فعلا. أوبرا جميلة جدا، في سياح كتير، متوقعتش إن في سياح بالكمية دي في عمان. بس بص، الناس من دول كتير، دول مختلفة. تالت حاجة في يومنا وهي أهم حاجة هنا، وهي السوق القديم. الأسواق القديمة بالنسبة لي في أي مدينة عربية بتكون أكتر حاجة يعني interesting بالنسبة لي إن أنا أزورها، لأن بحس بيبان فيها الثقافة وشوية لسه بيكون متحافظ على تاريخ البلد. أول حاجة السوق مطرح هو أقدم سوق في عمان كلها، السوق اللي بيباع فيه خناجر، خناجر الغالية، خناجر اللي بتوصل سعرها ل 15 و20 ويمكن أكتر من كده، 20,000 دولار سعر خنجر واحد. كل ما يقدم الخنجر كل ما يبقى اغلى. الناحيه الثانيه في المينا القديمه اللي ما توقعتش ان يبقى فيه بواخر، البواخر دي بتلف العالم. وبعد كده عندنا الناحيه الثانيه في جامع هناك مشهور على نفس شكل الجوامع الايرانيه والاوزبكستانيه، يعني شبه مشهد وشيراز، جوامع جميله قوي صراحه. خلينا دلوقتي نخش نستكشف السوق ونتفرج اكتر على عمان. خلينا جوه السوق، وانطباع كاني دخلت في سوق في الامارات، سوق قديم، بلدة قديمة، نفس الانطباع. This is a misk. You want a misk? No, what is this? This is cool water. Ah, dendo. Yeah, I know this. No, it's okay. Thank you. Misk? I will come to My you friend, later. Like a money dress. Thank money you. Shop, Thank you. الناس كلها في السوق. Yeah, video. Hello. Yeah, Oman souk. Oman market. Thank you. الناس كلها هنا يعني اللي شغالين في السوق غالبا يا اما هنود يا اما باكستاني، بالظبط زي السعوديه او الامارات في البلده القديمه او في السوق القديم. بصوا بقى، بصوا الجمال. سلام. دخلنا عند راجل هنا بيجمع فلوس من كل العالم، وايه، في حاجات قديمه من قبل الحرب العالميه. راجل من الهند. Where are you from? India, from Kerala. This looks so. Nice to meet you. Oh wow. This very old Polish money, more than in 100 years. أكتر من 100 سنة من بولندا. Are they really carrying that? Before. Wow. Can I shoot? Go ahead.
Wait, where are you from? Oman? Oman is a good country. Ah, you love a Oman? Peaceful country. I am living here since 30 years. يعني هو راجل هندي بس هو بقاله 30 سنة هنا في عمان فهو نعتبر انه عماني وكريم جدا ادانا مية وقالينا قد ايه عمان حلوة. العمانيين معروفين ان هم اللي كانوا افتتحوا معظم الجزر ودخلوا الاسلام في دول كتير مثلا في افريقيا زي جزر القمر وفي جزر سيشل وفي تنزانيا في زنزبار عشان كده هم معروفين بالبحر ومعروفين بالفتوحات كمان راحوا في اسيا ففي المتحف من اشهر الحاجات اللي هتلاقيها هنا المراكب بتاعتهم اللي كانوا بيستخدموها زمان في الابحار في البحر لان عمانيين معروفين جدا 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 بالبحر لما كنا في زنزبار من سنه تقريبا كل اللي هناك لابسين لبس عماني نفس اللبس العماني لما كنت في جزر القمر اللي شاف فيديو جزر القمر كلهم لابسين نفس اللبس العماني وفي عائلات كتيره قوي 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 هنا في عمان من اصل افريقي سواحيلي او من اصل اسيوي من جزر سيشل من بلاد كتير قوي عمان ما شاء الله كانت ليها فتوحات ودخلت الاسلام في دول كتير جدا بسببها المتحف العماني الصراحه نظيف ومنظم ليهم تاريخ كبير عمان يعني مش دوله جديده خالص تاريخ عظيم وتاريخ قديم المكان الخامس واللي الصراحه ما كنتش متخيل عمان ومدينه مسقط بالذات انها مدينه صغيره كده فتقدر تزور اكتر من مكان يعني احنا دلوقتي بقالنا تقريبا 3 او 4 ساعات زرنا القصر وزرنا السوق وزرنا المتحف وزرنا الجامع وزرنا الاوبرا ولسه هنكمل هنروح نتغدى ولسه عندنا اكتر من 3 ساعات هنروح على البحر فممكن تيجي مسقط عادي جدا تقضي فيها 12 ساعه وبعد كده نطلع منها وده اللي احنا هنعمله لان عمان احلى بكتير بره مسقط مسقط مدينه جميله ولذيذه بس بره مسقط عمان بيعتبروها سويسرا وايسلند الشرق فخلينا متابعين الفيديوهات الجايه وصلنا عند مطعم اسمه روزانا وده تقريبا اللي هنختم فيه يومنا بعد كده هنروح الغروب ويكون يومنا الاول في مدينه مسقط جميله يكون انتهى في المطعم ده ليه ستايل مختلف ستايل تقليدي قديم ده الستايل البيوت العمانيه وده احلى حاجه فيه ان بره الجو حر جدا اول ما تخش جوه الجو يبقى مظبوط ريحه الاكل حلوه متحمس اجرب الاكل العماني لاول مره خلينا نشوف الاكل العماني جربت اكل خليجي كتير هل مشابه ما اعرفش خلينا نطلع ونشوف هناكل اشهر اكله عمانيه وهي الشوا هي حاجه شبه المدفون عندنا زي سيوة في البدو في الصحراء اللحمه بتقعد تحت الارض او تحت الرمله 24 ساعه وعندنا لحم جملي كمان وشويه حاجات مع الفيو الجميل ده اول حاجه نجربها اللحمه الجملي بعد 3 شهور في اسيا اكل جميل قوي دي الاكله التقليديه لحمه مختلف قوي يعني هي لحمه بس غير اي لحمه اكلتها قبل كده وبعد ما قضينا يوم كامل في مدينه مسقط الجميله عاصمه البلد الجميله عمان دلوقتي هنتحرك على الوجهه اللي احنا جايين عشانها وهي مدينه صلاله او منطقه صلاله واحده من احلى المناطق في الوطن العربي كله لو ما كانتش احلاها منطقه بيعتبروها هي منطقه بيعتبروها سويسرا وايسلندا بتاعه الشرق استنوا الفيديو الجاي ادونا لايك على الفيديو ده واشوفكم في الفيديو الجاي